وبملعب الأبجيك وبدار البيضاء كان الحدث اليوم محطتي نصف نهائي دوري أحمد النتيفي في نسخته 28 والذي ينظمه فريق راسينغ البيضاوي. النصف النهائي الأول أفرز فوز فريق أولمبيك ريبكا على الراك بهدفين لهدف واحد. الراك كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب كواديو كواكو عند حدود الدقيقة 12، وتمكن لوسيكا من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 بواسطة اللاعب رشيد تيبركانين قبل أن يسجل اللاعب إبراهيم البزغودي الهدف الثاني لفريق أولمبيك خريجة دقيقتين قبل ما تمي المباراة.